كنت فاكرة إن بدر ده هيقف قصادي ولا إيه؟ تبقى غلطانة. بدر ده واحد من رجالتي. يعني صحيح ممكن تاخده الشجاعة ويفكر إنه يقف قصادي عشان يعمل راجل قصاد نفسه وإن مفيش حد يقدر يقف قصاده. لكن أنا بحركه بإشارة من صباعي وينفذ اللي أنا عايزه لأنه صبي من صبياني. عموما لو حبيت تمشي أنا مش هقولك لأ، بس خلي بالك لو خرجتي أنا مش هنسى إني خرجت من غير رضايا، وأنا ما بنساش. عموما أنا تحت، لو حبيت تنضم لينا يبقى شيء جميل قوي. أنت عارف أنا بعزك قد إيه، و نفسي يعني كنت أعلن معاد جوازنا. أصل أنا تحت عندي ناس مهمين قوي قوي، وكنت بتمنى إن ده يبقى يوم حلو وهادي وكله أخبار سعيدة. صحيح يا خالتي اللي بيقولوا الكلام ده؟ وبالي ولا كان يمنع عليه انه يعمل كده؟ بدري بدري غلطانة. أنا ما فيش أغبى مني في الدنيا دي كلها. تبقي ما تعرفيش قيمة نفسك يا حبيبتي. ولو عرفت إيه اللي هيحصل يعني؟ سيبك أنتِ. أنتِ هتشتغلي معايا. ده وش؟ آه كده وش. أنا خدت وديت لنفسي في الكلام اللي قلتيه كله، لقيت إن عندك حق. بس في حاجة مهمة لازم نخلص منها الأول. صوف. ما فيش غيره. الواد ده ملوش أمان. وهو اللي هيبيعنا في لحظة. طب قولي لي كيف؟ وأنا معاكي. أنا عاوز أخلص منه النهاردة قبل بكرة. سيبينا من الموضوع ده، بقى نفكر فيه بعدين. مش تخبط قبل ما تخش؟ ليه؟ داخل حمام ولا إيه؟ يلا حلوة أنت وهي عشان الباشا بيقول الحفلة هتبتدي. عايز الباشا النهاردة يحلف بالليلة دي. وحياة زينات. ماما، هي فين ماما؟ كانت قامت بالليلة دي لوحدها، حكيم هي بتحب الليالي الأنس قوي. يلا يلا. انت تيجي ايه في ماما انت؟ سعيدة. ايه رأيك في المفاجأة دي يا حسن؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تسألني انا؟ ده بيتي. دي نعيمة. خطيبتي. وبدري. بدري يوهو. بدري ما خلاص طلقها. ايه ده؟ معقول يا حسن ما تعرفش موضوع زي ده وانت العمده؟ ايه يا ريم؟ ازاي العمده ما يعرفش اللي بيحصل حوالين منه؟ لا انا كده اقلق. لا اطمن، ما تقلقش خالص. حسن يعرف كل حاجه بس ما بيهتمش بالحاجات البسيطه دي. أمنت كمان للزمن ما تبانيش ما تبانيش ما تبانيش من غير تمام أذن مجنونة بألف وش طعمها شطة ومش
مين دي يا منى؟ دي يا باشا مراتي حبيبتي اكتشافي. عارف يا معالي الباشا؟ أنا عمري ما خليتها ترقص في حفلات خاصة أبداً، طول عمرها من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه. عارف ليه يا معالي الباشا؟ عشان أنا راجل قوي، بس عشان خاطر عينيك تنزلت. إيه؟ مالك؟ مش مبسوط ولا إيه؟ ده أنا قلت لما تعرف إن بدر بخ هتبقى سعيدة. ليه؟ ما أنا مبسوطة أهو، إيه اللي مش مخليني مبسوطة يعني؟ يعني مش شايفك يعني بتحكي كده ولا بتضحكي؟ لا لا مبسوطة. حسن شكله على نار وهيتجنن. قوي. أنا كده مبسوط جدا. القلم كده ترد اتنين. والتالت جاي يا أبو علي. غير عليك انت ليه؟ ايوه ليه؟ مفيش بيني وبينك حاجه، اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. يبقى سيبني اعيش حياتي زي ما انا عاوزه، اعمل فيها اللي انا عاوزاه. انت ام ولدي. ام ولدك؟ ام ولدك تاخدها في حضنك، تضلل عليها، تخليها في حماك، تقعد تربي ولدك وتكبره، مش ترميها. واللي انت عملتيه؟ انت لو كنت مصدق ان انا اللي بعت ضنايا عشان ابعده عنك، كنت قتلتني. انت عارف ان سينا كدابة، وعارف ان كريمة هي كمان كدابة، بس انت مالكش مزاج. عاوز تخلص مني، عاوز تخلص من النقطة السوداء اللي دخلت حياتك ومش عارف تخلص منها كيف. مش هترجسي. البيه يزعل، واذا كنت انت مش خايف على زعله. انا خاف، انا غلبانة، مفيش وراي ظهر ولا راجل يحميني ولا حد يقفله. اخاف على زعله. يا كريم قولي لي ايه الاخبار اللي بتعمليها دلوقتي؟ والله نار يا اختي، بتفرفر والله نار.